احنا موجودين وما احترف ما قاعدين، محدش بيقول لنا انتوا فين ولا بتعملوا ايه. فما يجيش يشيلنا، ما يجيش يخرب بيوتنا وهو قاعد لطيف على مكتب ينزل قرار منه بنفسه كده. القرار لازم يدرس. طب احنا كلنا معانا مؤهلات عليا، نتوظف. ما فيش لو وظيفه، طب ايه انت امشي كده وخلاص وبيتنا يتخرب؟ يعني انت عاوز كده وعيالنا تاكل طوب؟ وفين بعدين خلاص بقى العقد ده راح بقى. في ايجارات انا 44 سنه راحت عين فين؟ مين هيعيني دلوقتي 44 سنه؟ كنت عندي من قبل سعيد ما يتفش الكشك محطوط من 70 سنه من قبل شارع سعيد، ما بكون شارع سعيد ما كانش في شارع سعيد لسه 70 سنه محطوط، ولا عندي وظيفه، عندي عيال اروح فين؟ ضايع. عندي وظيفه، عندي وظيفه وتعالى شيله بس كده. ايجار المحل 20,000 جنيه، احنا ما احناش قد ان احنا نتاجر محل ب 20,000 جنيه. هندفع 20,000 ايجار ولا البيت؟